لسنا آلهة. لذلك علينا دائما ونحن نطوي مراحل السير إلى الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أن نعيد اختبار ما أنجزناه، أن نعيد اختبار ما أنجزناه بمعيار ماذا؟ بمعيار ليس ما أنجزناه، ليس بمعيار ما نحن عليه، بل بمعيار ما لسنا عليه. ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، معظم الناس يفقد نفسه، يخسر نفسه، وبالتالي هذا هو الخسران المبين، لأنه دائما يختبر نفسه وإنجازاته بماذا؟ بما صار عليه، بما هو عليه، بما لدي الآن من إيمان، من علم، من مال، من سلطة، من قوة، من حيثية، من اعتبار. هذا هو الهلاك، هذا هو الخسران المبين. تعرف لماذا؟ لأن هذا لا يقبل أن يعير ولا أن يعير الوسائل التي اصطنعتها في سبيل تحقيق هذه السلطة وتلكم القوة وركم هذه الأموال وتحصيل هذا العلم والمعرفة والحيثية الاجتماعية. لكن انتبهوا، ما يفعل ذلك ويصلح لذلك لتعيير ذلك ما لست عليه. يجب أن أكون دائماً مطمئناً أنني في هذا اللحظة من حياتي لست الدجال، لست الدجال، لست الكذاب، لست الوغد، لست الوغد، لست ذلكم الوغد الصاغر أو الصغير روحيا ونفسيا، لست هذا ما يهمني. أما ما أنجزته وما حققته مهم هذا، لكن لا يهم كثيرا مثل هذا. هذا الذي يهم يا أخواني، هذا الذي يهم. لست واحد يقول لك ما هذه الفلسفة، فلسفة نفي. لا 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 لا، بالعكس، أنا أؤمن بفلسفة التحقق والتحقيق، لكن انتبهوا، لابد أن تعير بهذه الفلسفة النافية حتى يكون تحقيقاً أخلاقياً، حتى يكون إنجازي أخلاقياً، حتى تكون إنسانيتي حقيقية. وإلا أنا لست إنساناً، أنا شيطان، أحياناً حيوان والعياذ بالله، كاسر أو شاهن شهوان. لا لا لا، أحب أن أبقى ذلكم الإنسان الذي هو عبد الرحمن حقاً. قال إني أعلم ما لا تعلمون، الذي يبرز في وبي وعبري مصداق قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. أحب هذا،